بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي إياد، صراحة شغلات وايد حلوة، الله يجزيك خير. أنا بس بغيت أعرف هل في فرق بين اللي يعني خلينا نشوف أنا الحين شنو ممكن أسوي. يعني أنا استلهمت من الفيديو اللي أنت سويته هالشغلة هذه، خلينا نشوف إذا رحنا على سكيلتون جوينت تول هنسوي نفس الطريقة الطريقة هذه. الحين عندنا هذه الرجل مثلا، رحنا على ديسبلاي ترانسفور ديسبلاي، نلاحظ ان الكل تقريبا متشابه ما عدا الاورينت هذا. اوكي، الحين علشان ممكن نسويهم الكل نفس الشيء نفس الاتجاهات، نروح على سكيلتون اورينت جوينت، نعملنا على ريسيت. الحين اذا اشرنا على الجوينت الاول، طالما ان احنا نبي الاكس اكسس هو بالسنتر هني، نقول له هني second axis word ممكن يكون x plus، ونخلي ال orientation xyz ونقول له apply. هني طبعا هذه الهيراركي راح يسوي orient child joint حق الكل ما عدا الجوينت الأخيرة، نقول له apply. شوف الحين سوالنا الاكس الx axis ماشي مع الجوينت كله ما عدا الأخير، ممكن نأشر عليه ونقول له نان، راح ياخذ نفس الأورينتيشن للبون اللي قبله. فهذه طريقة شوي يمكن أسرع، فهل هي صحيحة ولا الطريقة هذه ممكن الأولد سكول أو البيسك مال الأورينتيشن؟